السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. دلوقتي هشوف ازاي نعمل عمود ويكون في اجزاء خارجية بتلف حوالين نفسه. طيب هو الفايل واقول له ان انا عايز اعمل نيو كونسيبشوال ماس، واختار الماس ديت. وطبعا تقدر تيجي هنا وتختار ان انت عايزه مثلا كولوم او اي حاجة انت عايزها. طيب انا دلوقتي هرسم بكل بساطة دايرة بسيطة خالص اهيت سيركل، تمام. وخلينا نخش يونت عشان انا مش عارف الوحدات بالفيت تبقى عامله ازاي. خليها مثلا متر واقول له كرييت، واقول له اعملها بشكل اسطواني. ممكن تيجي هنا وتكتب له اي رقم، او تيجي على دوت وتديله ليبل بحيث ان انت تقدر تتحكم في الارتفاع بتاعه، مثلا سميه ال، تمام. ويخليها بالانستنس اوكي. طيب هاجي على دوت واقول له الاثنين دول خلي مثلا 5 و5، واقول له ديفايد، واجي اعمل سيلكت على دوت، وهاجي هنا واتأكد ان هو متفعل معاه موضوع النقط بالشكل دوت. بعد كده هاجي هنا فايل واقول له ان انا عايز نيو فاميلي، وهنختارها جينيريك موديل اديبل. بحيث ان احنا نرسم شكله ويبدأ يتحرك من النقطة دي للنقطة دي للنقطة دي وهكذا. اقول له نيو فاميلي واقول له جينيريك موديل اديبيتيف اوكي، تمام. احنا هناك مقسمينهم على كم حتة؟ كنا قسمينهم على 5 لو انت فاكر، اهو بس هتلاقي ان ده 1 2 3 4 5 6، لان انت قسمتهم 5 قطع بس هنا بيحسب من اول هنا وهنا وهنا، فهتلاقي ان احنا محتاجين 6 نقط. مفيش مشكلة، هقول له موديل واقول له ان انا عايز 6 نقط، 1 2 3 4 5 6، كنسل واعمل سيلكت عليهم كلهم واقول له ميك اديبيتيف، وتشوف الارقام لازم تمشي على الارقام ديت. طيب هقول له كريفرنس انا عايز ابدأ ارسم واستخدم اس بي لاين ثرو بوينت، مش هستخدم الاس بي لاين العادي، واقول له ادي اول نقطه، الثانيه، الثالثه، الرابعه، الخامسه، السادسه، كنسل. طيب وبعد كده هقول له ان انا عايز ارسم على ديت، تمام. فهقول له ست واقول له انا عايز ارسم على ديت، واقول له موديل واقول له ان انا عايز ارسم اهو سيركل. طيب تقدر بقى تقول له يونت خليها بالمليمتر اوكي، ودي هقول له اديها بارامتر وهنسميه مثلا L1. اعمل سيلكت على دوت واعمل سيلكت على الريفرنس واقول له كريت فورم، عملها لي بالشكل دوت. هقول له لود انت بروجكت واختار المشروع بتاعي الفاميلي، وهبدا بقى اقول له النقطه دي، وبعد كده النقطه اللي بعديها موجوده هنا، وبعد كده النقطه اللي بعديها موجوده هنا. بس الجهاز بطيء شوية. هو حد 3 نقط، اعتقد النقطة اللي بعديها هتبقى هنا، وبعد كده هنا، وبعد كده هنا.
الاقي ان هو عملها لي بالشكل دوت. تمام. طيب لو انت عايز تعمل واحد تاني ومش لاقيه، هتيجي تقول له انا عايز كومبوننت، تبدأ تختار اول نقطة وتاني نقطة وهكذا. وهكذا تبدأ تكرر الموضوع دوت لحد ما يعمل لك كل اللي حوالين العمود دوت.